وخلونا نستقبل أول اتصال تليفوني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله بخير. مش مصدقة أنا بكلم حضرتك. ربنا يخليكي. لا خالص ربنا يخليكي. بسمعك وانا عندي 15 سنة. أيوة بقى عجزوني بقى، كل واحدة تكلمني تقولي بسمعك وانا عندي 13 سنة حسستوني إن أنا بقيت جده. بتفكرني بواحدة ستة قدي كده قالت لي الله أنا مبسوطة إني قابلتك، أنا بسمعك من وأنا في إعدادي. بصيت للست. أنا كنت في إعدادي ساعتها. أنتِ أه، إنما الست التانية كانت قدي اللي بتقولي بسمعك من وأنا في إعدادي. طيب قولي لي أتعرف بيكي. ميرفت. ميرفت كام سنة يا ميرفت؟ 26. 26 سنة وأنا بقالي 14 سنة في البرنامج، يعني بنتكلم في تصدقي ممكن تسمعيني من إعدادي صح كده؟ قولي لي بقى ميرفت ايه الحكايه، مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ يعني في الاول كان تقليدي وبعد كده بقى عن حب. طيب جميل، ايه بقى الحكايه احكي لي تحت امرك. هو يعني بنت خالتي عرفتنا عليه. هي كانت شايفاه انسان محترم وكويس، وكانت شايفاه ان هو مناسب ليا. هي اكبر مني بكتير. يعني قلت هاجي هشوفه صراحة، يعني نيتي كانت خير ان انا همسيه، يعني همسيه بعد كده النصيب. و الو. ايوه سامعك، انا سامعك وسامع عندك بيبي عامل هيصه وربنا يخليه لك. كملي. دي بنتي ربنا يخليها لك. انا اتعرفنا وكده وحصل قبول واتجوزنا قبل الميعاد اللي كان متفق عليه. دخلنا في بيت عيله. هنا ابتدت المشكلة. غيرة فظيعة، مش من مامته بقى بس زي بقية الناس، يعني من مامته واخواته البنات كلهم، مع ان يعني كلهم كانوا متجوزين مع عادة واحدة. هم اللي بيغيروا منك؟ بيغيروا عليه هو يعني ذات نفسه. مش مني انا حتى، يعني لو اي حد غريب كانوا برضه هيغيروا عليه منه. ومرات اخوه كمان كانت بتغير عليه. حتى مرات اخوه بتغير عليه؟ يعني انا لما لاحظت الموضوع بقيت اقول ايه، يعني ما بقتش اعمل نفسي، يعني انا مش واخده بالي على طول. ودي كانت حاجه بتضايقهم ان انا بعمل نفسي مش واخده بالي. ان هم بيغيروا عليه وكده. بس بتعامل في حدود برضو هم موجودين، ودي برضو حاجه كانت بتضايقهم. طب ما يمكن هو حاسس انك مش بتغيري عليه فاشتكى، فحاولوا يعملوا اي تصرفات بس عشان تغيري عليه. هو عارف ان انا بغير عليه وكلهم عارفين ان انا بحبه وهو بيحبني. وغيرتهم جت من معاملته ليا ان هو كويس معايا وانا كويسه معاه، وازاي ما فيش مشاكل، كلهم بيغضبوا ويروحوا لاهلهم الا انا. طيب بسم الله ما شاء الله كويس، يعني الله اكبر، ما تقوليش على نفسك. ده كان الاول بقى، فهم قرروا ان الموضوع يتطور واني لازم اغضب واروح عند اهلي. وغضبوكي وانت دلوقتي عند اهلك؟ لا ده الكلام دوت يعني كان من حوالي بعد سنتين من الجواز. انا بقالي 6 سنين متجوزه. يعني غضبوني وروحت، كل شويه بقت مشاكل. طب لهم البيت ومشينا. برضه مشاكل. المشكله الاكبر دلوقتي ان هو بيروح على طول، يعني يعدي عليهم يرجع مقلوب تماما، عايز خناقه على طول. طالما هو معاهم يرجع خناق. بيسخنوه يعني. وبعدين هو شغله بيفضل طول النهار فيه، يرجع بالليل بيصحى بدري يرجع متاخر. فيعتبر تقريبا ما بشوفوش. يعتبر ما عدتش معاه في 6 سنين دول، شهرين على بعض. لان اي وقت فاضي اي اجازه تبقى لاهله. هو شايف بقى المشكله ان هو شايف ان هو كده يعني مش مقصر، عادي حياتك كويسه مش ناقصك حاجة. بنمر بظروف صعبة زينا زي غيرنا. ما بتكلمش معاه في ماديات. مشكلتي معاه الأساسية إن هو مش متواجد، أو حابب يكون متواجد، حابب إنه يكون مع أهله عشان يرضيهم وخلاص. طب أجازة لينا وأجازة ليهم، لا ما ينفعش، مش عايزة أقعد في البيت. لازم أروح أشوف والدتي. طيب نروح سوا، يحصل مشاكل خلاص نروحك. لا طب انا عملت ايه؟ هم اللي بيعملوا، انا ما بعملش. طب انت في الفتره دي هو بيروح يزور والدته، انت ما بتروحيش تزوري والدتك انت كمان؟ بزورها كل 6 7 شهور مره. ليه يا بنت الناس؟ والدتك بعيده قوي عنك؟ بعيده شويه. بعيده عني. يعني هي في بلد وانت في بلد؟ تقريبا يعني المسافه 3 ساعات رايح 3 جاي. لا طبعا.
ده مشوار. يعني غير كده بقى عندي الولاد هو بيتضايق من مشينا بقى في البيت يعني في الطريق اي مكان عشان الولاد بيدوخوا بسرعه وانا بصراحه يعني بدوخ برضه بنتعب من المواصلات. يعني بيخاف عليكم؟ لا يعني احنا بنزهدله اكتر. ف مشكلته دلوقتي هو شايف ان عايزين ان هو ما يبقاش موجود. طب هنعيش حياتنا امتى ونبقى مع بعض امتى؟ لا مش ما احنا عايشين احنا هنعمل ايه؟ ما فيش حاجه نعملها. طب نخرج نقعد نتكلم هنتكلم في ايه؟ هنقول ايه؟ طبعا بقيت اتضايق وبقيت اغير من اهله لان طول ما هو معاهم ما بيبطلش كلام وضحك وهزار مع ان انا في البيت يعني هو ذات نفسه. طب انت مش قادره تصلحي علاقتك باهله شويه بحيث تبقى تروحي معاه عند اهله وتضحكوا وتهزروا وتضحكوا وتبقى الدنيا ماشيه؟ هدايا جرأتهم هدايا. كلام اروح واقعد اتكلم واضحك اول ما امشي يقولوا له على اي يخترعوا اي حاجه في القعده يقولوا له دي مراتك وماله عملتها وماله. اقول له عادي ما انا والله ما عملت كده. اخر حاجه قالها لي قال لي خلاص احنا مالناش دعوه. واحد صاحبي قال لي اكبر منه هو في السن مالناش دعوه باللي هم بيعملوه احنا نخرج من عندهم كاني ما فيش حاجه هم يقولوا لي حاجه. حلو حلو. انا مش بكلمك مشيت على الوضع دوت هو ما مشيش عليه خالص وانا اصلا لما بيجوا هم يشتكوا له حتى لو هم اللي مزعليني الاول ما كنتش بقول بقى لي سنه بصراحه اي حاجه بيعملوها بقول له طب ما هم عملوا معايا وعملوا وانا ما قلت لك. فمشاكلنا بصراحه زادت جدا. بصي عايز اقول لك حاجه بنت الناس. بصي 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 عايز اقول لك حاجه. من الواضح ان سبب المشكله الرئيسيه علاقته باهله. كتير جدا من الشباب المصري لان احنا اتربينا وتعودنا ان احنا نكبر ونعيش مع الاهل لحد ما نتجوز، مش زي المجتمع الاوروبي يعني اللي هو ايه سن ثانويه عامه يخش الجامعه يبقى عايش لوحده، اول ما يتخرج عايش لوحده وبيجي يزور ابوه وامه زي ما يكون ايه متجوز وهو عايش لوحده. لا احنا تعودنا ان احنا نعيش في بيوت اهالينا لحد ما نتجوز، فحصل ارتباط كبير جدا ما بين الانسان والاسره. فبالتالي لما بتخش واحده جديده على عيله، انا مش بتكلم في المطلق لان في ناس كتير مش كده، تخش واحده جديده على عيله بيعتبروها دخيله، بيعتبروها مش منهم. طيب تعالي نقول مرات اخوه ازاي اعتبروها منهم وقريبه زيك وقريبه منهم وانت مش عارفه تقربي. معرفش اذا كان بقى مرات اخوه دي مثلا قريبتهم ولا، انما انت تقدري تقربي. الحدوته مش هدايا. الحدوته في كلام كده بيقولوه الستات لبعض من تحت لتحت يشل وينقط. في نظرات كده بيعملوها وتصرفات بيعملوها الستات مع بعض بتضايق. هو ممكن كراجل يكون مش واخد باله منها، انت ممكن تاخدي بالك منها، انت ممكن تكوني بتعملي كده كمان وانت مش قاصده لان بتردي على تصرفاتهم، فبالتالي الموضوع بيحتقن. حلك الوحيد الوحيد بقى من الاخر، لان ده مش هيسيب امه وابوه خلاص خلصنا ولا اخواته. حلك الوحيد ان انت تدوبي في العيله دي. تبقي واحده من العيله دي. علشان تنولي الرضا في العيله دي وتعيشي سعيده. والحل التاني انك ترفعي بقى قضيه وتطلبي الطلاق وتتطلقي والعيال تتشرد والاهل يتبهدلوا والدنيا كده. فحلك الوحيد انك تحاولي بكل الوسائل انك تقربي وتدوبي في العيله دي، تندمجي يعني في العيله دي.